جنة سرية، مرسل مراقب الطيور، موقع تراث عالمي. إنها حديقة كيولاد الوطنية في ولاية راجستان الهند. شهيرة في طيورها المائية، الحديقة هي موطن لأكثر من 300 نوع من أروع الطيور في العالم، فيما بينها هو طير كرين سيبيريا النادر. في شهر أيار من كل سنة تدعم الأمم المتحدة اليوم العالمي للطيور المهاجرة، وذلك لتسليط الضوء على الحاجة لحماية الطيور وبيئتهم ورفع مستوى الوعي لمحنتهم. أما الآن فحديقة كيولاديو الوطنية مزدهرة، وقد عادت الطيور المهاجرة بأعداد كبيرة، ولكن هذا النوع لا يزال مهدداً من جراء تغيير المناخ والنشاط البشري. Now what I believe is the birds, they are losing this race at a very fast speed because they are much more susceptible to the environment than animals and mammals. Particularly, you know, insecticides and pesticides. So they are taking a toll on birds. حيثما التغيرات بين الفصول تصبح أقل تحديداً، فغالباً ما تكون الطيور غير متأكدة متى تأخذ رحلتها. فهذه التحولات استمرت إلى تعريضهم لموجات الحر أو الجفاف أو البرد، وهذه كلها تقبض عليهم غدراً. أما الطيور المهاجرة فهي الأكثر عرضة، لأنها تعتمد بشكل كبير على أسس تربية منفصلة وعلى بقع فصل الشتاء والمواقع المؤقتة. We need to really now focus on how to save our bird species from vanishing. The great Indian bustard. It is also under great threat. Now there are only few numbers left.